السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يكون معادنا مع مراجعة جديدة من سلسلة مراجعات الكربولة وموتور اكستريم من شركة ايديس. ولكن قبل ما نبدأ المراجعة، لو كنتوا لسه مش مشتركين في القناة، ياريت لو تشتركوا دلوقتي من زرار سبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كمان لو شايفين ان المحتوى اللي احنا بنقدمه مفيد وحابين انه يستمر، تقدروا تعملوا اشتراك مدفوع في القناة من كلمة جوين. الاشتراك بيكون بقيم 1 دولار او 3 دولار او 5 دولار في الشهر، والاشتراك ده بيساعدنا ان احنا نطور في القناة ونقدم محتوى اكتر. كمان بيكون في جزء برايفت للمشتركين في القناة، بنقدر نناقش فيه اي اسئلة عندهم. خلونا يلا نبدأ المراجعة بتاعتنا ونشوف في الموتور اللي معانا النهاردة. كالعادة بنلاقي على العلبة من برة طرق التواصل مع شركة زيدنتر ستور وكلاء شركة ايتيز في مصر، وبنلاقي ارقام التليفونات خاصة بالمبيعات وخدمة ما بعد البيع والشكاوى. اول محتويات العلبة هو الضمان واليوزر مانوال الخاص بالجهاز. بعد كده بنلاقي العلبة الصغيرة دي اللي موجود فيها الموتور والكونترا انجل. والجزء الاخير بنلاقي في القاعده اللي بيقف عليها الموتور والشاحن الخمسة فولت اللي بيجي زيه بالظبط مع جهاز ايربكس، وكمان اللايت كيورو الخاص بشركه ايتيس. وكالعاده شركه ايتيس مميزه جدا في الديزاينات الخاصه بالاجهزه بتاعتها. يمكن الموتور ده واحد من اجمل واشيك المواتير اللي انا مسكتها في حياتي. الشكل الخارجي والديزاين الخاص بالموتور لذيذ جدا، حاجه شكلها سلس مختلف عن اي حاجه مسكتها قبل كده، والتقفيل بتاعه ممتاز، الخامات بتاعته بلاستيك كويس جدا. يعني انا اول مرة امسك حاجة في فئة اقتصادية او فئة متوسطة فيها الفينش الحلو دوت. دايما المتعودين ان الحاجات اللي في الفئة الاقتصادية بيكون الفينش او التقفيل سيء للغاية، وموتير الفئة المتوسطة بالكاد تكون يعني افضل حالا. الكونترا انجل الخاصة بالجهاز واحدة من اصغر الكونترا انجلز اللي شفتها في حياتي، صغيرة جدا واكتر كونترا انجل ميني هيد سلسة في الاستخدام. الموتور بقاله معايا تقريبا شهر بستخدمه، مفيش مرة البوش بوتون ده علق، مفيش مرة فايل حصل له انه دخلته معرفتش اسحبه من الكونترا انجل، زي ما حصل مع بعض المواتير اللي جربتها قبل كده اللي كانت الكونترا انجل بتاعتها ميني هيد. فالكونترا هنا ميني هيد ولكن ممتازة جدا. الموتور بيجي بطارية 800 ملي امبير وشاحن 5 فولت، ومكان الشحن بيجي في اخر الجهاز من هنا. لو ضغطنا على زرار التشغيل بيبدأ الموتور يفتح ويكتب كلمة ايتيس. الموتور هنا فيه 10 برامج من 1 لـ 9، دول adjustable programs اللي بتقدر تحط عليهم الاعدادات اللي انت عايزها. والام زيرو هنا عبارة عن reciprocatory mode. لو ضغطنا على زرار الاس بيبدأ يغير لي قيم الزوايا او بيديني الاوبشنز اللي متاحة في الجهاز: 210 على 30، 250 على 30، 30 على 150، 150 على 30. يعني تقريبا اغلب الزوايا اللي بنستخدمها في علاج الجذور موجودة او متسجلة على الموتور دوت. نرجع تاني للبروجرامز بتاعتنا الادجستبل من M1 لM9. لو ضغطنا على زرار الاس هنلاقي ان بيديني الاوبشن في التحكم في السرعة، وهنا السرعة من 120 ل 650 RPM. ضغط كمان مرة على زرار الاس بيديني التحكم في التورك، والتورك عندنا من اول نص لحد 4. ونضغط اس كمان مرة يديني نوع الحركة، هل انا عايزها فورورد ولا ريفيرس. والموتور صوته هادي جدا اثناء الاستخدام، ودي حاجه مميزه جدا في موتور موجود في الفئه السعريه دي. جربوا معايا نسمع الصوت بالموتور وهو شغال على 300 ار بي ام. يمكن بالكاد انا سامع صوت الموتور وانا شغال. ولو جربنا الموتور على اعلى سرعه في 650 ار بي ام الصوت يكاد يكون برضو ملحوظ، يعني مش عالي جدا زي مواتير تانية جربتها. كمان الموتور على ريسيبروكيشن الصوت والاهتزاز اللي بيكون فيه قليل جدا. في موتور كتير في السوق جربت ريسيبروكيشن عليها، الموتور من قوة الاهتزاز بتبقى ايدي مش قادر تثبته او مش قادر اتحكم عليه. هنا الموتور هادي جدا اثناء الريسيبروكيشن، مفيش فيه رد الفعل القوي اللي بنحسه مع المواتير التانية. الموتور ده مش بس بيتميز بخفة وزنه
وصوته الهادي، لا كمان بيتميز بقوة أدائه وسرعة استجابته مع التورك تريجر، فده موتور سيف جدا انك تستخدمه لانه مش هيعرض الفايلات بتاعتك لنسبة انكسار عالية. هنجرب كمان شوية الريسبونس بتاعه اثناء التحضير، الموتور سريع جدا في الاوتوماتيك ريفيرس بتاعه، ومهم جدا ان احنا نزيت الكونتر انجل مرة كل اسبوعين على الاقل او كل لما تيجي تدخل اوتوكلاف، والكونترا انجل بيجي مع النوزل ده تقدر تركبه هنا وتستخدمه اثناء تسجيل الكونترا. دلوقتي هنقوم باول اختباراتنا على الماتور، وهو استخدام الاورفس اوبنر المفضل بالنسبه ليا اللي هو ال 15-8 بتاع كيت بليكس في. الاختبار هيكون على 300 RPM و 3 نيوتن بر سنتيمتر. زي ما شفنا كل ما بحاول اضغط على الفايل جامد في ثواني بيكون عامل اوتوماتيك ريفيرس ويخرج من القناة. هنجرب بعد كده الفايل ال 20/4 على 400 RPM و 2 نيوتن بر سنتيمتر. من غير اي ايرجنت سوليوشن في القناه، من غير اي تحضير سابق للقناه، مفيش اي حاجه تقدر توقف الماتور. وبالتالي اظن ان ال 2 نيوتن بير سنتيمتر اللي موجودين على السكرين دول هم فعلا طالعين من الماتور، على عكس بعض المواتير في الفئه دي اللي بتطلع تورك اقل من اللي موجود على السكرين. هجرب دلوقتي ننقل نقله كبيره من 20/4 ل 35/4، وهنستخدم الماتور على 400 RPM و 2.5 تورك، ونشوف الماتور هيكون اداؤه عامل ايه. الماتور حتى الان رغم التشالنجز الكبيره اللي انا بحطها عليه، لان التورك المظبوط اللي طالع منه بيديني بيرفورمانس كويس جدا، فانا مستمتع بتجربه الماتور. يعني انا مش حاسس ان انا ماسك حاجه رخيصه في ايدي، انا حاسس ان انا ماسك موتور بكواليتي كويس جدا، وفي نفس الوقت بسعر ما بين الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه، فيعني كومباينيشن كويس، كومباينيشن لذيذ. دلوقتي هنعمل اخر اختباراتنا وهو الجيتابيركا ريموفال فروم هايلي كومباكتد كانال. هنشيل الجيتابيركا باستخدام ريسيبروكاتري فايل والريسيبروكاتري مود 150/30، وهنشوف اداء الماتور مع الهايلي كومباكتد كانال هيكون عامل ازاي. يمكن ده اصعب اختبار بنعمله لاي ماتور. زي ما احنا شايفين الموتور تقريبا وصل خلاص للفلور كلينس، يعني احنا حاطين الاستوبر عند النقطة اللي وقفنا عليها، تقريبا الموتور وصل للطول كله وشال اغلب الجتباركة اللي موجودة جوه القناة. دي كانت مراجعتنا النهاردة على جهاز اكستريم احدث اجهزة الفئة الاقتصادية، وبصراحة الموتور ما خيبش ظني خالص في الفترة اللي استخدمتها فيه، سواء كلينيكالي او زي ما شفنا على البلوكات. لو عجبتكم المراجعة ياريت لو تعملوا شير على وسائل التواصل الاجتماعي، لان ده بيشكل دعم كبير للقناة بتاعتنا. اشوفكم دايما على خير، دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.